كابتن هاني اكيد طبعا شاركت في بطولات افريقيا كتير وليك ذكريات طبعا، احكي لنا شويه عن الذكريات دي. لا هو مش كتير قوي طبعا مقارنه طبعا بالكباتن اللي موجوده طبعا، يعني الواحد قاعد بصراحه انا سعيد ان انا موجود مع قامه كبيره من الكباتن، الكابتن اسامه والكابتن عادل والكابتن اسامه، يعني حاجه، وكابتن ايمن طبعا مش عايز انساك طبعا. فطبعا انا سعيد ان انا موجود طبعا مع الكوكبه الكبيره من النجوم اللي موجوده دي، والتاريخ اللي طبعا اللي انا سمعته عن كل واحد فيهم. يعني انا شاركت، بس انا شاركت سنتين، يعني سنه 2008 و2009 مع مستر مانو جوزيه، كانت اخر بطوله لي، وقدرنا ان احنا ناخدها، كان مع قدام القطن الكاميروني، كسبنا هنا 2-0 بجول وائل جمعه وفلافيو. رحنا هناك تعادلنا 2-2، كان احمد حسن جاب جول، كابتن احمد حسن طبعا وكابتن شادي محمد كان جاب ضربه جزاء، وقدرنا ان احنا نحصد اللقب، ودي كانت سادس بطوله للنادي الاهلي. الحمد لله قدرنا ان احنا ناخدها. والسنه الثانيه كانت 2009 طبعا، يعني مش عايز اذكر السنه دي لان السنه دي يعني من أسوأ السنين اللي مرت على النادي الأهلي، لأن خرجنا في السنة دي من بطولة أفريقيا وخرجنا من الكونفدرالية. يعني السنة دي كانت سنة ما كانتش كويسة للنادي الأهلي، بس يعني قدرت إن أنا السنة دي ألعب فيها، وقدرت يعني كان عندنا كانوا بيلرز اللي خرجنا منه، كان عندنا ماتش هناك، وكنت قاعد احتياطي ونزلت، قدرت إن أنا أحرز هدف هناك، وتعادلنا 1-1، وبعد كده جينا هنا خسرنا، وبعد كده رحنا الكونفدراليه برضو طلعنا. يعني فكانت السنه اللي بعدها كانت سنه صعبه دي، مش كويسه، مش عايز اتكلم فيها طبعا عشان بس ما يبقاش فال وحش او حاجه، بس طبعا الكباتن كلهم اتكلموا على بطوله افريقيا واهميتها طبعا، واتمنى طبعا التوفيق للنادي الاهلي بكره، وانا متفائل خير ان شاء الله باذن الله، بغض النظر عن انا حكيته، بس متفائل خير ان شاء الله. يا رب باذن الله.